كنا نأمل أن تكون وإيانا هنا في الاستوديو، ولكن طبعا والأوضاع الراهنة بالتأكيد نستضيف هذا اليوم باتصال هاتفي ضيفة هي جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج، كونه الصوت الجميل الرائع الذي يعطينا جرعات من الأمل والصبر والقوة لنا ولكافة أسرانا. والدة الأسير حاتم الجيوسي سيدة نادية الزعبي، أسعدت صباحا خالتم حاتم. صباح الخير والسعادة، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين جميعا. صباح الخيرات، أهلا وسهلا، وصباح هذا النفس الطيب اللي دائما أبدا بصراحة مش بس لأسرانا، حتى إحنا نسعد وبننبسط لما بنسمع مشاركتك وصوتك دائما أبدا. اليوم الوضع شوي مختلف خالتم حاتم، اليوم إحنا بنحكي عن أكثر من قصة وأكثر من حكاية، بنحكي عن موضوع الوضع الصحي والكورونا وتخوفات الأهالي ممكن على الأسرة، وأيضا تخوفات الأسرة على أهاليهم، بنحكي عن بعض ربما التمريرات التي تحدث هنا وهناك بخصوص منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم. يعني إحنا حابين بالتأكيد نستفسر من حضرتك وأيضا نتعرف على الكلمات اللي ممكن بخصوص قلق الأهالي على أبنائهم الأسرى في ظل الوضع القائم، إيش بالضبط بتوجهوا كلماتكم سواء للجهات المختصة في تكثيف ربما العناية بالأسرى والإطمئنان عليهم أولا بأول، ونطمئن أيضا أسرانا على الوضع الصحي الراهن هنا. الحمد لله رب العالمين، احنا طبعا مؤمنين لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، السلامة للجميع وربنا الحامي والمعافي. هذا شيء طارئ غصب عنا، يعني اجا دخل علينا بدون يعني ما يستشيرنا. احنا نستمد قوتنا وعزيمتنا من اسرانا البواسل، هذا يعني شيء بسيط من الاشياء اللي صارت في الايام في السنين اللي هن انحبسوا فيها. احنا بنقول هذا من ربنا وما بنقدرش نعمل اي شيء، احنا قلوبنا عندهم وافكارنا عندهم، الله اعلم كيف بنمضي هاي الليالي، لكن بنقول الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربنا يعافيهم وربنا يبعد عنهم الامراض والاشرار، وبنتمنى يا ربي انه وزاره شؤون الاسرى والمحررين انهم يضلوا على اتصال معهم مع المحاميين، يسمونا عنهم ويخبرونا عن احوالهم، لانه هسه احنا ما في زيارات ولا في شيء. اما احنا صابرين برضو رغم انه عدم الزيارات، الا انه صابرين، بنقول هذا برضو اشي فوق طاقتنا. نعم، طب يعني إجمالا إذا اليوم إحنا بدنا نتحدث خالتم حاتم بصراحة عن يعني ربما أيضا بعض المطالب والضغوطات الشعبية، أنه المفروض يكون في ضغط أكبر بخصوص تكثيف الاهتمام في الأسرة، في صحتهم، في وضعهم، سواء الأسرة المرضى أو حتى الأسرة الأصحاء، نأمل لهم دوام الصحة والعافية في ظل انتشار هذا الفيروس والوباء العالمي. إجمالا إيش ممكن يكون في خطوات حقيقية من قبل الأهالي خاصة فيما يتعلق والوقفات؟ اليوم فرصة، كمان اليوم الثلاثاء فرصة أنه يكون من ضمن المطالب إذا كان بالفعل في هنالك وقفة لهذا اليوم. طبعا إحنا مطالبنا أنهم يديروا بالهم على أولادنا، يضلهم يعني محافظين عليهم، يحطوا لهم تعقيم، يحطوا لهم شغلات اللي لازم يحطوا لهم إياها، اللي وزارة الصحة عمالها بتنصحنا وبتقولنا شو نعمل، لازم هاي كلياتها يعملوها عند الأسرة. بعدين أنا اللي مطمنة شوية، أيوة. اللي بقول يعني هن بخافوا على حالهم، فلذلك بقدروش إنه يعني يهملوا بأسرانا بهذا الوقت. أنا بطمن الأمهات وبقول لهم مش ممكن إنهم يهملوا فيهم، لأنه هن خايفين على حالهم مش خايفين على أولادنا. نعم نعم، وبتمنى يا ربي إنه أولادنا يديروا بالهم على حالهم، ويعني ويضلوا النظافة والمصافحة بلا منها، العناق بلا منه، يعني والحمد لله رب العالمين هن واعيين وبيعرفوا هاي الأمور، ومش راح يعني يخفى عنهم شيء من هاي هذا، بيقرأوا وبيعرفوا وبيسمعوا. وبتمنى من المحطات المحلية اللي عندنا إنهم يضلوا يبثوا لهم الشغلات اللي لازم يعملوها. نعم. ويديروا بالهم منها. نعم. لأنه أولادنا بتعرفي واعي وكبيرة صارت مش صغيرة، الحمد لله رب العالمين، هذا كثير كثير بطمننا. يا رب بس تحفظهم وتحماهم، وإن شاء الله يا رب يا الله إنه يكون هذه يعني إشي طارئ على الجميع وإنه ما يطول. طب يعني رسالة كمان في سبيل نسمعها بصوتك خالتم حاتم لأمهات الأسرى المناضلات، دائما وأبدا إحنا نستسقي القوة ونستزيد بهذه القوة من بالتأكيد الأمن
الرائعة التي نعتبرها مثال حي للحب وللعطاء وللقوة وللصبر كالسيدة أم حاتم الجيوسي، يعني اليوم شو بتوجهي برسالتك لأهل الأسرى والأسيرات وللإطمئنان أيضا على أبنائهم؟ ربما يجب علينا أن نكثف الدعوات أكثر لهم بدوام الصحة والعافية، خاصة وأنهم خلف قضبان الاحتلال ربما المعاناة تكون أكثر وأكبر، ونأمل ألا يصل لهم أي مرض إن شاء الله في هذه اللحظات التي نعيشها. ربنا يا الله انه يحفظ اسرانا ويحفظ احبتي ويديم على الجميع نعمه الصحه والعافيه، وان يجنب البلاء والبلاء من كل مكروه. حمانا الله، حمانا الله من هذا المرض اللي اجانا، وبتمنى من امياتهم انهم يعني يكونوا مؤمنات، يستغفروا، يدعوا لاولادهم، لانه ما في إنا الا الدعاء انه يحفظهم ربنا ويعني ويحفظهم من كل مكروه. نعم. يحفظهم من كل مكروه. نعم. اللهم امين. يعني وبدكم انتم تتحملوا، وتحملنا كثير كثير كثير. صحيح. وبدنا نضلنا نتحمل وبعدنا بنتحمل، ولا يصيبنا الا ما كتب الله. نعم. لنا. والف سلامة للجميع بده يكون ان شاء الله باذن الله تعالى. نعم بالتاكيد، ودائما ابدا يعني نواصل الحاجات. ولكن خاله حاتم، بخصوص زيارات، هل في هنالك زياره قريبه ام تم تبليغكم بوقف الزيارات ربما من قبل الصليب الأحمر، وماذا عن الأخبار الجديدة بموضوع زيارة أسران البواسل؟ إحنا كان زيارتنا مفروضة 9 شهر لغوها. نعم. 9 شهر ولغوها. وتحملنا، كنا إن شاء الله ما هي طويلة بإذن الله تعالى إنه بروح هذا الوباء عنا، وإن شاء الله بنرد نزور أولادنا. نعم. طبعا بدنا نتحمل، ما في يعني أي إشي بالنسبة إلنا ولا لوزارة الأسرة، عم بيقدروش يعملوا إشي. هذا شيء طارئ. نعم. على الجميع. هذا شيء أقوى من الجميع، ولكن بإرادتنا إن شاء الله سنجابه هذا الطارئ، وأن أتمنى دوام الصحة والعافية لك ولأسرانا في سجون الاحتلال، ونأمل أن يبقى هذا الصوت أملا مشعا عبر الأثير وعبر الشاشة دائما وأبدا في برنامج طلة فجر. لك كل التحدي للخالة أم حاتم الجيوسي السيدة نادية الزعبي، وأيضا لأسرانا البواسل في محافظة الكرم وفي فلسطين بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وإن شاء الله في الأيام القادمة وتحسن الوضع بشكل عام ستكوني هنا لتنيري الشاشة بالصوت والصورة إن شاء الله. إن شاء الله بدي أبعث تحياتي وأشواق لابن حاتم. ما تخافش يا حبيبي، إحنا بخير وصحة جيدة، الجنة بخير، وزارة الصحة مش مقصرة، المسؤولين مش مقصرين، والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يصرف عنا هذا البلاء والوباء، وإن شاء الله بنشوفكم على خير وسلامة. ولا يهمك يا حبيبي، إحنا بخير وأنا بخير الحمد لله رب العالمين. هينا من شو بتكون وزارة الصحة عمالنا بنعمل، والحمد لله رب العالمين. ديروا بالكم بس على حالكم، وطمنونا إذا إجا محامي طمنونا عنكم. الله يرضى عليك يما، لأنه أنت بتعرفش قلوب أميات الأسرى عليكم. كلياتنا قلقانين كثير كثير، لكن الحمد لله بنستمد القوة والعزيمة منكم يا حبايبنا. اللهم آمين. يسعد صباحك، مشكورة جزيل الشكر، ومنكمل معكم مشوارنا الصباحي.